الكره ركنيه عدت الركور يمشي رونالدو رجل الارقام رونالدو رونالدو يعطي باس لاعب برشا ناتشو يسكو يسكو وزع كره هذه خطيره وكره هدف الهدف الاول للريال اوف سايد اوف سايد تسلل على بنزيما انا ما اقول لكم انه كريم بنزيما محظوظ من ليفربول سجل فيهم ثلاثة اهداف من اربعه يا غدار 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 هذه الفانيلا حذاري من اخر الثواني حذاري من اخر الثواني كره جول كره في الصف تمشي كره بنزيما بنزيما حطها يا ولد الأوروبية اليوم يلعبون من أجل الفوتبول من أجل أمجد الكؤوس 2018 يلعبوا للدوبليتا حقوا الباسكيت مازال عندهم كاس جابها ما فماش تسلل ولكن فما لوريس كاريوس اش تعمل يا كاريوس جول 1-0 للريال 1-0 لمدريد مش ممكن مش ممكن يا سحار يا بنزيما يا غدار يا بنزيما يا سفاح يا بنزيما خلاص 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 اتحلت الشبكة لألمانيا اداها لألمانيا اعطاها لألمانيا قرر نيابة عن زملائه انه الكاس للريال مدريد 1-0 المرينجي لوريس كاريوس اليوم حارس المنشن البارح هذا الريال غير عادي هذا الريال غير عادي الريال الاستثنائي يسجل هدف في الانال مش فاهمها فهموني فهمني يا شوالي ما فهمتهاش راني الماني الماني يقضي على الماني كوره فات السلل ولا لا المتابعه الحارس شدها ايش تعمل يا كاريوس ايش تعمل يا كاريوس ملا هدف يضحك هدف يعمل البوز هدف يصون هدف يجول هدف العالم كله يدور هدف خطفه هدف جرحه هدف غوره كل الظروف كانت ضده والكوره كانت معاه ولكن ضيعها فيرمينو مش منقول هي مسرحيه موليير التعادل جول 1-1 ليفربول الحمرة ديما برجالها 1-1 ساديو ماني ساديو ينقذ ساديو يقتنص ساديو يعود من عاد في الريمونتادا التاريخية هناك في أرض الأتراك في استاد أتاتورك قادر على العودة في كييف وبين كييف واسطنبول ساعة ونص بالطيران طار طير طار طير ويشيل الحمرة شيل كاريوس يتهنى كاريوس يرتاح كلوب يقول لعود عودة من بعيد هدف يضحك وهدف من كرة ثابتة ضربة راس اضرب يا لوفرين فماش اوفسايد متابعة من القناص اسد الغاب اسد الغاب الليث الليث الذي يبتدئ به شيكسبير كان من عشاق الريتس بين ظفرين المداعبة لكيتش المدير جاب الكرة ناتشو ناتشو خطيرة والهدف الثاني يضيع الركنية للريال من فرانشيسكو برينسيبيسكو ويدخل جاريث التجيبي بي القاطرة يمشي مارسيلو مارسيلو يوزع كورة عودة له جول عودة له جول يا جاريث يا بي التجيبي حط الثاني هيستوريكو فينومينال جولاتو 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 كي جول دي ريال كي جول دي ريال بالإيطالية ريتي بالفرنسية بوت بالألمانية تور بالإنجليزية جول يتعلم يدرس هدف يضرب هدف يتصدى له جارد بيل ايش بيني بيني وبينك ايش بيني وبينك الكرة المزيانة كرة مدريد كريستيانو رونالدو في مرمى اليوفي وجيجي بوفون واليوم عالمية مارسيلو العرضية يحط كرة الريال يبصم على الشامبيونز بإبداعاته يحط البصمة على اوتوغراف التاريخ يا كاتب التاريخ ماذا بين الريال والكرات الأكروباتية اوه يا جاريت اوه يا جاريت شوف التسلسل وانشينمون جيب ما زالت المباراة لم تنتهي المباراة كرة خطيرة وتسديدة وشوطة حات الكرة رونالدو 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 اهدر الكو رونالدو ضيع الثالثة رونالدو ضيع ان يكون اول لاعب يسجل 5 اهداف في فاينل بي 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 بنزيما والهدف الثالث هو ديربي السوبر والروعة والهدف الثالث الهدف الثالث لوريس كاريوس قتل ليفربول ورسميا السوبر في ديربي بين الريال واتلتيكو الجار الجار والريال في نهائي الرويال في السوبر
مبابي، يورغن كلوب المنحوس، إصابة صلاح، وكاريوس يقضي ويبكي الملايين. ماذا يا لوريس؟ ماذا يا كاريوس؟ لم يخطئ الموسم، جاء في عام ماتش بالسيزون وغلط غلطين كبار، غلطين قد راسك يا الألماني، غلطين قد راسك، بكت رؤوس، هبطت رؤوس، ضيعت رؤوس، ضيعت كؤوس، ضيعت مجهود لاعبين في موسم استثنائي، رفعوها من جديد، حققوها من جديد. إن كان الهدف الأول من مسرحيات موليير، فإن الهدف الثاني كان من مسرحيات موليير.